بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآيات الكريمات يأمر الله بالقتال في سبيله، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر. هذا هو المقصود من القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وهو من أفضل الأعمال، وهو سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كان المسلمون في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة منهيين عن القتال، لأنهم لا يستطيعونه، ولأنه لو قاتلوا الكفار في مكة وهم لا يستطيعون مقابلتهم لتسلط الكفار على المسلمين فأبادوهم. الله جل وعلا كان يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والانتظار، وكانوا منهيين مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحال في مكة، لأن المسلمين ليس عندهم استعداد للجهاد في سبيل الله، فكانوا يصبرون على أذى الكفار وتطاول الكفار، ولا يمدون أيديهم للانتصار لأنفسهم دفعا للشر، لأن القتال وإن كان فيه مصلحة لكنه في هذه الحالة الضرر يكون فيه أعظم على المسلمين. ومن المعلوم أن من قواعد الشرع دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو وأصحابه، ووجدوا الدار والأنصار، وصارت المسلمين دولة وقوة، أمرهم الله جل وعلا بالجهاد في سبيله
لإعلاء كلمته ولإذلال الكفر ولقمع شوكة المشركين والكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويؤذون المسلمين. فقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قوله قاتلوا في سبيل الله هذا قيد يخرج القتال في الفتنة بين المسلمين، فلا يجوز قتال المسلمين، ويجب الإصلاح إذا حصل بين المسلمين سوء تفاهم، فيجب الإصلاح بينهم. فإن لم يجدي الإصلاح فإن الفئة الباغية تقاتل حتى تكف عن شرها. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقوله في سبيل الله يخرج القتال بين المسلمين، إنه غير مشروع إلا عند الضرورة لقمع الفئة الباغية. فإن كانت الفئة الباغية كفت ولم يكن منها قتال للمسلمين فإنها تترك ويعالج أمرها بالصلح وبالبيان للأمور الخفية والملتبسة، تبين وتوضح. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، هذا يحتمل معنيين. الذين يقاتلونكم قيل المراد الذين من شأنهم أن يقاتلوا المسلمين، لأن الكفار دائما يريدون أن يقاتلوا المسلمين، هذا شأنهم. فالكفار دائما يريدون قتال المسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمن شأن الكفار أنهم يقاتلون المسلمين ولا يكفون، فالمسلمون يقاتلونهم لكف شرهم. ويؤخذ من هذا أن الذي لا يقاتل من الكفار لا يقاتل، كالنساء والصبيان والشيوخ الكبار والرهبان في صوامعهم والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة، كل هؤلاء لا يقاتلون لأنهم لا يقاتلون المسلمين. أما غيرهم من الكفار وهم الحربيون فإنهم يجب قتالهم إذا كان في المسلمين قوة، ولا يجوز ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله كما بين أهل العلم على قسمين: قسم الأول جهاد دفاع، جهاد دفاع إذا اعتدي على المسلمين في بلادهم فإنه يجب قتالهم دفاعا، هذا إذا كان ليس بالمسلمين قوة على غزو الكفار. إذا لم يكن للمسلمين قوة على غزو الكفار فإنهم إذا اعتدى عليهم الكفار في بلادهم يجب عليهم أن يدافعوهم.
وفي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على كل من يستطيع الجهاد في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، فيجب على كل من يستطيع أن يحمل السلاح وأن يقاتل عن بلاد المسلمين. الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام يجب عليه أن يمتثل ويجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الحالة الثالثة إذا حضر القتال، إذا حضر القتال وهو يستطيع أن يقاتل فلا يجوز له أن ينصرف ويترك المسلمين في قتال مع عدوهم، بل يجب عليه يقاتل معهم. فإن انصرف فهذا فرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الموبقات الفرار من الزحف، فرار من الزحف. في هذه الأحوال الثلاث يجب القتال على الأعيان. الحالة الثانية قتال الطلب والغزو، غزو الكفار في بلادهم إذا كان بالمسلمين قوة. في هذه الحالة القتال فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويبقى في حقهم سنة من آكد السنن، وهو قتال الطلب، قتال الغزو إذا كان بالمسلمين قوة. فيجب على مجموع المسلمين أن يقاتلوا الكفار وأن يغزوهم في بلادهم إذا كان عندهم استطاعة، هذا على جملة المسلمين، هذا فرض كفاية على الجملة. فإذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم تركوا واجبا على المسلمين. هذا القول الأول في الآية: الذين يقاتلونكم. وقيل الذين يقاتلونكم المراد به أن الكفار إذا حملوا السلاح على المسلمين وغزوهم فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار دفاعا عن أنفسهم. الذين يقاتلونكم. أما الكفار الذين كفوا عن قتال المسلمين فهؤلاء يتركون، وكان هذا في أول الأمر، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان القتال محرما في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن للمسلمين بالقتال، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن به إذنا لا أمرا. ثم بعد ذلك أمر به في حق من قاتل من الكفار: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك
أمر به مطلقا، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فيكون هذا من باب التدرج في التشريع، يكون هذا لأن الأمور الصعبة والشاقة تشرع على التدرج، فكان مأذونا به في الأول إذنا لا أمرا، ثم أمر به في حق من قاتل من الكفار، ثم أمر به أمرا عاما في جميع الكفار، من باب التدرج في التشريع لأجل التخفيف على المسلمين الذين يقاتلونكم. ثم قال جل وعلا: ولا تعتدوا، لا تعتدوا في قتل من لا يستحق القتل كالنساء والصبيان والمعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، لا يجوز قتل من أعطاه المسلمون أمنا أمنوه على دمه وعلى ماله، إما بعقد الذمة ودفع الجزية، وإما بالعهد بين المسلمين وبين الكفار على وضع الحرب، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على وضع الحرب، وكما صالح اليهود في المدينة لما قدم المدينة. فلا يجوز قتال الكفار الذين بيننا وبينهم عهد، أو بيننا وبينهم ذمة، أو دخلوا بلادنا بالأمان، دخلوا بلادنا بإذننا، بإذن المسلمين، فلا يجوز قتال هؤلاء، لأن فإن قتلهم أحد فهو معتدي. ولا تعتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. الحديث في الصحيح. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكان الكفار يقدمون على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في مهمات يرسلهم جماعتهم وقادتهم، يرسلونهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمات، فلا يتعرض لهم أحد، لا يتعرض لهم أحد، لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان. فإن قتلهم أحد فهذا من العدوان. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وهذا وعيد شديد، الله يحب المقسطين عن العادلين سبحانه وتعالى، ولا يحب المعتدين، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين. فنفي المحبة من الله لهؤلاء هذا وعيد شديد، معناه أن الله يبغضهم. فالله يبغض من قتل معاهدا، ويبغض من قتل مستأمنا، ويبغض من قتل ذميا. إذا كان الله لا يحبه فمعناه أن الله يبغضه، وهذا وعيد شديد يدل على احترام الذمة واحترام العهود والمواثيق، وهذا من وفاء الإسلام ومن عدل الإسلام، تحريمه للغدر والخيانة. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال جل وعلا: واقتلوهم، أي الكفار، اقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم، أي في أي مكان وجدتموهم فاقتلوهم، من باب الجهاد في سبيل الله. وهذا يرجع إلى أول الآية،
الأول الآية: الذين يقاتلونكم، اقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم في أي مكان، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الكفار أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة، وهذا ظلم وجور، يجب قتالهم لأجل الانتقام منهم وإنصاف المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم قال سبحانه: والفتنة أشد من القتل. هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو: كيف يكون الجهاد والقتال مشروعا مع ما فيه من سفك الدماء والجراح والمشقة؟ كيف الإسلام يشرع هذا، يشرع سفك الدماء ويشرع المشقة الشديدة والجراح؟ أجاب الله عن هذا بقوله: والفتنة، الفتنة أشد من القتل. الفتنة التي هي الكفر بالله عز وجل أشد من قتل الكافر، كفره أشد من قتله. فلا تستغربوا أن الله شرع سفك دمائهم وقتلهم، لأنهم كفار، والكفر أشد من القتل. فالمراد بالفتنة هنا الكفر، وقيل المراد بالفتنة ما يفعلونه مع المسلمين من صرفهم عن دينهم وتحويل المسلمين عن دينهم، هذه فتنة. لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين وحولوهم عن دينهم، وهذه فتنة، يفتنون المسلمين ويمتحنونهم، هذا أشد من القتل. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمراد بالفتنة الردة على هذا القول الثاني، والقول الأول المراد بالفتنة الكفر. الكفر أشد من القتل الذي يحصل في الجهاد، أشد من القتل الذي يحصل في الجهاد، والفتنة أشد من القتل. ثم قال جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. عند المسجد الحرام يعني داخل الحرم، داخل الأميال، الحرم الذي هو المسجد وما حوله، وما حوله من فجاج الحرم، ما كان داخل الأميال حدود الحرم، هذا يحرم القتال فيه ويجب الأمان فيه حتى للطيور والصيد وحتى الأشجار والنبات البري لا يجوز قطعه، ولا يجوز تنفير الصيد في الحرم، ولا يجوز القتل في الحرم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن دخله كان آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يتخطف الناس من حولهم، فمن دخل الحرم فهو آمن. وكانوا في الجاهلية على جاهليتهم وكفرهم لا يقاتلون في الحرم، يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل ابنه وقاتل أخيه فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، فالحرم لا يجوز القتال فيه، ومن دخله كان آمنا.
لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الحرم عام الفتح غازيا وقاتل الكفار؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، الله أذن له بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم. قال صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا هم الإنسان ونوى في قلبه أن يلحد في الحرم، أن يقتل، أن يؤذي المسلمين، أن يضايق المسلمين، بمجرد النية يوقع الله به العذاب الأليم. فكيف إذا نفذ؟ كيف إذا نفذ هذا وقتل في الحرم؟ فقد اعتدى على حرم الله سبحانه وتعالى وانتهك حرمة الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا استثنى من قوله اقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذا عام يعم الحرم، الله جل وعلا استثنى هذا فقال ولا تقاتلوهم، هذا استثنى، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني حول المسجد. فكيف داخل المسجد وعند الكعبة؟ هذا أشد والعياذ بالله. عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإذا قاتلوا المسلمين في الحرم وجب على المسلمين أن يقاتلوهم في الحرم لأنهم انتهكوا الحرم، فالمسلمون يقاتلونهم دفعا لشرهم عن الحرم وعن المسلمين وأهل الحرم. فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمن حمل السلاح في الحرم على المسلمين أو جاء بالمتفجرات والعياذ بالله أو جاء بالأسلحة وأودعها في الحرم يريد الكيد للمسلمين ويريد ترويع الآمنين ويريد انتهاك حرمة الحرم فإنه يجب قتله. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالحرم لا يجوز القتال فيه إلا في حالة واحدة، وهي إذا حمل السلاح المعتدي على الناس وصال على الناس في الحرم أو جاء بالمتفجرات أو جاء بأدوات التخريب والقتل والترويع فهذا يجب قتله لأنه انتهك حرمة الحرم. أما الذي يدخله ولا يحصل منه شيء فهذا لا يتعرض له. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا عن الكفر وانتهوا عن القتال في الحرم وألقوا السلاح وتابوا إلى الله فإن الله يتوب عليهم. فإن انتهوا عن عدوانهم وانتهاكهم للحرم تابوا توبة صحيحة واستسلموا وندموا على ما حصل منهم فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا تكرار للأمر بالقتال، قال في الأول وقاتلوا في سبيل الله،
وقال جل وعلا في هذه الآية وقاتلوهم، هذا تأكيد، هذا تأكيد، قاتلوهم الضمير يرجع إلى من؟ إلى الكفار. وقاتلوهم لأي شيء؟ حتى لا تكون فتنة، لا تكون فتنة، هذا فيه بيان للحكمة من الجهاد في سبيل الله، وأنه ليس القصد منه التسلط على الناس، وليس القصد منه الطمع في أموالهم والاستيلاء على بلادهم، وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهو لمصلحة الكفار أنفسهم، نقاتلهم من أجل أن يتوبوا ويدخلوا في الإسلام، يكون ذلك خيرا لهم. قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أنهم يؤسرون وهم كفار ثم يتوبون ويسلمون فيدخلون الجنة، فكان أسرهم، كان قتالهم وأسرهم سببا لسعادتهم وسببا لدخولهم الجنة. إذن فالقتال تعود مصلحته على الجميع، على المسلمين وعلى الكفار إذا أسلموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون هناك شرك، لا يكون هناك شرك وكفر، ويكون الدين لله توحيد، ويترك عبادة غير الله عز وجل. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، لأجل نشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة ورجوع الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله خلق الناس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلق الخلق الجن والإنس لعبادته، فإذا خرج عن عبادته أناس وعبدوا غيره إنه يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى عبادة الله التي خلقهم من أجلها، وذلك لمصلحتهم، وذلك لأجل أن يعودوا إلى رشدهم، من أجل أن يعودوا إلى ربهم، من أجل أن ينجوا من النار ويدخلوا الجنة. إذن المصلحة في القتال ظاهرة، وليس القصد منه سفك الدماء أو الاعتداء على الناس أو التطاول على الناس. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو القصد من الجهاد، إعلاء كلمة الله، تكون كلمة الله هي العليا، ويكون دينه هو الظاهر، ويرجع من يريد الله له السعادة، يرجع إلى صوابه، ويرجع إلى عبادة ربه، ويترك عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة والقبور، ويترك عبادة غير الله، فينجو من النار، ينجو من الشرك، ينجو من الكفر، يعود إلى الإسلام، إلى حظيرة التوحيد، يدخل الجنة ويسعد في الدنيا والآخرة. فالقتال شرع لهدف نبيل وغرض جليل، وليس المراد منه طمع الدنيا، أو المراد منه التسلط على الناس كما يقوله أعداء الإسلام أو الذين لا يفهمون الإسلام. فيه ناس الآن من المسلمين مع الأسف جهال يقول أن الإسلام ليس دين قتال وليس دين جهاد، الإسلام دين رحمة ودين، نعم هو دين رحمة
ومن كون دين رحمة أنه شرع الجهاد. الجهاد إنما شرع لأجل الرحمة بالخلق، رحمة بالخلق، هو دين رحمة، والقتال هو من أجل الرحمة، من أجل نشر الرحمة على العباد. لو ترك هؤلاء يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويموتون على هذا صاروا من أهل النار. فإذا قوتلوا وتنبهوا ورجعوا إلى الإسلام صاروا من أهل الجنة. هذا من مصلحة البشرية، هذا من مصلحة البشرية. أما من عاند وأصر على الكفر فهذا ليس له إلا القتل، لأنه تمرد على الله عز وجل وأبى أن يعبد الله عز وجل، فهذا ليس له إلا القتل من أجل إزالة شره عن الناس، ولا يكون داعية للكفر ولا يكون داعية للضلال فيتعدى شره على الناس. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ما يكون الدين لله ولغيره، يعني يعبد الله ثم يعبد غيره معه، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يطوف بالقبور والأضرحة، هذا لا يفيده شيئا بل يضره. ما تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. الدين لله عز وجل ليس، والمراد بالدين هنا العبادة، مراد بها العبادة، والعبادة تشمل كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى، تشمل الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والصدقة، وتشمل صلة الأرحام وبر الوالدين، وتشمل العبادة تشمل أشياء كثيرة، تشمل أشياء كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه عبادة. ما أمر الله به ففعله عبادة، وما نهى الله عنه فتركه عبادة. هذا هو الدين. وحتى يحكم بالشرع بين الناس، يحكم بالشرع بين الناس، لأن الشرع هو العدل وهو الحق. تلغى الأحكام القانونية والأحكام الطاغوتية ويكون الحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا لا يحصل عفوا، لا يحصل إلا بالجهاد. الجهاد فيه مصالح عظيمة وفيه خيرات كثيرة. ترون ثمرة الجهاد، جهاد الصحابة رضي الله عنهم، ثمرته على أهل الأرض في المشارق والمغارب. كم دخل في دين الله من الناس، كم نبغ من العلماء من المشرق والمغرب بسبب الجهاد في سبيل الله. لو ترك الناس ولم يكن هناك جهاد ما انتشر الإسلام ولا انتشر هذا الخير، ولا أتيحت الفرصة لمن يريد الإسلام، ولا تسلط الظلمة والجبابرة وصدوا عن دين الله عز وجل. الجهاد فيه مصالح عظيمة، فيه خيرات كثيرة، وما ترك المسلمون الجهاد إلا ذلوا. وأكبر شاهد على ذلك حالة المسلمين اليوم، لما تركوا الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الكفار، قتلوهم، شردوهم، أخذوا ديارهم. هذا شأن الكفار مع لو تركوا. لو كان هناك جهاد لانتصر الإسلام وانتصر المسلمون، وصارت كلمة الله هي العليا، ساد العدل بين الناس، ساد الخير بين الناس، انتشر الخير على البشرية. فلا يقوم هذا الدين وينتشر إلا بالجهاد في سبيل الله. نعم، الدعوة قبل الجهاد، ندعو الكفار أولا إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا فليس هناك إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه،
فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذا انتهوا عن الشرك وعن الكفر وأسلموا أو بذلوا الجزية للمسلمين فإنه لا يجوز الاعتداء. الدين الإسلام ليس دين اعتداء، وإنما هو دين عدل وخير ورحمة. فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال سبحانه: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قيل هذه الآية نزلت في قصة الحديبية لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة، فصدهم المشركون ومنعوهم من أداء العمرة، وحصل الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ويأتي من العام القادم ويعتمر. وكان هذا في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة شهر حرام، فصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة في الشهر الحرام. الله جل وعلا عوض الرسول والمسلمين بشهر حرام في السنة القادمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتمروا في ذي القعدة في نفس التاريخ الذي صدوهم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام الذي صدوا فيه المسلمين عوض الله المسلمين فيه شهر حرام آخر من السنة القادمة، فأدوا عمرتهم آمنين مطمئنين. فهذا معنى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، لئلا يكون عند المسلمين تضايق. كيف أن الرسول رجع ولم يؤدي العمرة؟ كيف صدوه؟ الله جل وعلا أجاب عن هذا بأنه عوض المسلمين، عوضهم بأن أدوا العمرة في شهر حرام. وقيل المراد بقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام مثل قوله فإن قاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وكان الأشهر الحرم يحرم فيها القتال في الجاهلية وفي أول الإسلام. والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، منها أربعة حرم، هذه يحرم فيها القتال. فكما أنه يحرم القتال في الحرم يحرم القتال في الأشهر الحرم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير. فلا يجوز القتال في الشهر الحرام، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك وشرع القتال في جميع السنة وفي جميع الأشهر إذا كان عند المسلمين استطاعة. فعلى هذا المعنى أن المشركين إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، كما أنهم إذا قاتلوكم في الحرم فقاتلوهم في الحرم. والحرمات قصاص، والقصاص معناه العدل، وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا هو القصاص. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا اعتدوا عليكم في الحرم فاعتدوا عليهم، وإذا اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليهم لكف شرهم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ها القصاص لا يجوز الزيادة فيه عن الحق، القصاص عدل لا يجوز أن يزاد فيه عن الحق ويجار فيه، بل هو عدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. شوف عدل الإسلام حتى مع الكفار، حتى مع المعتدين لا يجوز انك تزيد على عدوانه، بل تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك.
ولا تزد على هذا، حتى مع الكافر وحتى مع العدو، فكيف مع المسلم؟ لا يجوز الاعتداء بحال من الأحوال. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه. سمي ذلك تقوى لأنه يقي من عذاب الله، فعل طاعة الله وترك معصية الله هذا وقاية من عذاب الله وتقوى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، الله جل وعلا مع المتقين، فمن اتقى الله فإن الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية معناها النصر والتأييد، الله جل وعلا مع عباده معيتين، معية عامة وهذه مع جميع الناس، وهي معية الإحاطة والعلم، فإنه محيط بعباده المؤمنين والكفار والمتقين والفجار، الله مع جميع الناس بمعنى أنه يحصي عليهم أعمالهم ويطلع على أعمالهم، فهو معهم أينما كانوا لا يخفون عليه سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه معية عامة. النوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، ومعناها النصر والتأييد والتوفيق، معية خاصة، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة، أعلموا أي تيقنوا، اعلموا أي تيقنوا أن الله مع المتقين. ودل بمفهومه على أن من عصى الله وخالف أمره فإنه لا تكون له هذه المعية الخاصة، إنما هي خاصة بالمتقين. فهذا مما ينفر من المخالفات والذنوب والمعاصي، لأنها تسبب أن العبد يفلس من هذه المعية الخاصة التي معناها التوفيق والتسديد والإعانة والترشيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: يستدل البعض بحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها. على أن المحبة ليست من شروط كلمة التوحيد، وأنه يصح إسلام من يكره الإسلام، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ نعم، هذه ما هي بشبهة، الواقع قد يكون الإنسان كارها في أول الأمر، ثم يتمكن الإيمان من قلبه فيصبح الإسلام أحب إليه من كل شيء. الكراهية ذي في البداية، ثم إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان زالت هذه الكراهية من قلبه. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان محمد أبغض الناس إلي،
فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وقال بعضهم إن كان أحدنا ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء من الدنيا وما فيها. نعم. يقول: في بلادنا يضربون البقر عند ذبحها بالحديد على رأسها ضربا حتى يغمى عليها وتقع على الأرض وتذبح وهي في حالة الإغماء قبل الموت، وذلك لكثرة الذبائح في المسالق، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن هذا تعذيب للحيوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا فيه تعذيب للحيوان، يضرب ثم يقتل ثم يذبح، هذا فيه زيادة وتعذيب. الأمر الثاني أن هذا قد يموت الحيوان قبل الذكاة، قد يموت الحيوان بالضربة، يكون من الموقودة، يكون من الموقودة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، تموت بالضربة وما يدرينا أنه أدركها وهي حية وقوى ذبحها. هذا محذور عظيم، أنه قد تكون هذه حال الحيوان مات بالضربة ولم يمت بالذكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بعض الشباب يصفون من يرى بأن الحجة تقوم على من بلغه الكتاب والسنة ويرى أن التشريع العام كفر، فهل يصح هذا القول؟ بعض الناس حسب ما ذكر يقول بعض الناس يصفون من يرى بأن الحجة تقوم على من بلغه الكتاب والسنة ويرى أن التشريع العام كفر، فهل يصح هذا؟ كيف التشريع العام كفر؟ نعم، الحجة تقوم على من بلغه القرآن وهو يعلم يعرف معنى القرآن، لأن يكون عربيا يعرف معنى الكلام، أما إن كان أعجميا ولا يعرف معنى الكلام العربي فهذا لا تقوم عليه الحجة حتى يترجم له المعنى، حتى يترجم له المعنى. أما العربي الذي يفهم القرآن الذي نزل بلغته فهذا يكفي مجرد بلوغ القرآن. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. العربي يكفي أنه تبلغه الآية أو الحديث لأنه عربي يفهم معنى الكلام، وإن كان يخفى عليه بعض الشيء لكن في الجملة هو يعلم هذا، يعلم معنى الشرك، يعلم معنى الإيمان، يعلم معنى الكفر، يعلم تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هو عربي يعرف هذه الأمور، فهذا يكفي فيه بلوغ الحجة. نعم. أما الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية فهذا لا بد من ترجمة له، فإذا ترجم له المعنى وفهمه قامت عليه الحجة. نعم. يقول: أنا شاب مقدم على الزواج وأحتاج للمال، وقد سمعت عن تيسير الأهل عن طريق التورق وذلك بشراء وبيع بعض المعادن، فما حكم الأخذ من تيسير البنك الأهلي؟ التورق معناه أنك تذهب إلى التاجر أو إلى الشركة أو إلى البنك فتشتري منه سلعة موجودة تراها ثم تستلمها وتخرجها من مكان البايع وتبيعها في السوق أو في مكان آخر وتنتفع بثمنها، هذا معنى التورق. أما أن يقال في حديد بالبحرين أو حديد في أمريكا أو معادن في كذا، هذا كذب واحتيال وبيع غايب، هذا بيع غايب وغير مقبوض ولا يجوز هذا. نعم.
يقول: أفكر كثيرا فيما وصل إليه المسلمين من فرق وهموم، والذي يزيدني أن كل الفرق الضالة متمسكة ببعضها البعض إلا نحن، فلهذا الأمر فقدت لذة العبادة، فهل من علاج تصفه لنا؟ العلاج أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتترك الوساوس، وتعمل بطاعة الله عز وجل على بصيرة، والناس شرهم عليهم، شرهم عليهم، أنت محمل بأمور الناس. لكن إن كان عندك استطاعة للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تقوم بما تستطيع، تنفع إخوانك، تنفع الناس. أما إذا كان ما عندك استطاعة فاقتصر على نفسك واعمل بطاعة الله واترك معصية الله. نعم. يقول: هل يجوز الصلاة على الميت إذا مات وهو لا يصلي؟ إذا ثبت أنه ما يصلي ولا تاب إلى الله، مات وهو لم يتب إلى الله، تيقنت هذا فلا تصلي عليه. أما إذا كان ما تدري، إذا كنت ما تدري عن خاتمته ولا تدري عن حاله، وإنما تتهمه مجرد اتهام، الأصل في المسلم الخير، والأصل فيه العدالة إن شاء الله، فصلي عليه ما لم تتيقن أنه مات على الكفر وعلى الشرك أو ترك الصلاة. نعم. يقول: هناك أناس يتصفون بفك الأزارير والصلاة بالحذاء وعدم الصلاة على الجنائز، ويقولون إن الدين كمل ونسخت آيات الرحمة ونزلت آية السيف ويجب الشدة. هذا جهل، هذا كلام جهل والعياذ بالله، وهذا ليس هو الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين خير، والرحمة موجودة، وأما الشدة فهي في مكانها والرحمة في مكانها. ما هو كل الناس يحملون على الشدة ولا كل الناس يحملون على الرحمة، فمن كان يريد الخير ويريد الحق فهذا يرفق به ويحمل على الرحمة، وأما من كان متمردا ولا يريد الخير ولا يريد الهدى فهذا شره عليه. وأنت، الله جل وعلا يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. هل يقبل خبر وقول الفاسق؟ لا يقبل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. لكن ما هو الفاسق؟ فاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر أكل الربا، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو الفاسق، هذا فاسق فسقا عمليا. وهناك الفاسق الفسق الاعتقادي، كالذي يعتقد اعتقاد المعتزلة أو الجهمية أو نفاة الصفات، هذا فسق اعتقادي، أو اعتقاد الخوارج، أو يعتقد الاعتقادات الباطلة، هذا فاسق فسقا اعتقاديا، فلا يقبل خبره. نعم. إذا دخل الساحر الذي كفر بالله الكعبة أو مكة وكان مطلوبا للقتل، هل يقاتل؟ هذا من شأن الدولة، من شأن ولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى هذا الشيء ويقبض على هذا المفسد وينفذ فيه حكم الله عز وجل. نعم. يقول: ما قولكم في من يقول بأن القتال غير واجب على المسلمين بسبب ضعف قوتهم في هذا الوقت، ويستدلون بعدم محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة؟ هذا هو الذي قلناه في بداية الكلام، إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فإنهم يعذرون في ترك قتالهم إلى وقت يستطيعون فيه، إلى وقت يؤجلونه إلى وقت الاستطاعة، لكن يجب على المسلمين
أن لا يبقوا على حالة الضعف، يجب عليهم أن يعدوا العدة ويحسبوا الحساب ويكونون القوة. الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا يجوز للمسلمين أنهم يستسلمون ويبقون على حالهم، بل يعالجون هذا الشيء ويعملون الأسباب التي تمكنهم وتقويهم من جهاد الكفار. نعم. يقول: ما الرد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف؟ هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل. المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب، ومن أجل أن غيره ما يغتر بخطائه، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأ. كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين، وإلا لو ترك الناس لضاع الدين، لضاع الدين. الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن، رد على اليهود، رد على النصارى، الردود موجودة في القرآن، رد عليهم ولم يتركهم. فالكلام بأن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف. نعم. لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم. يا إخوان، اللي يتولى هذه الأمور العلماء، ما هو يتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون، وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه، ربما يردون بجهل. فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. نعم. يقول: ما هي الأساليب التي تحمل أو تحمي طالب العلم من الأفكار المنحرفة كأفكار التفكير والتبديع والتفسيق؟ أعظم الأسباب تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتقي الله في نفسه ولا يتسرع الحكم.